السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الاول الابتدائي مرحبا بكم معي انا معلمتكم حياه الزهراني وزميلتي في لغه الاشاره الاستاذه شريفه الشريف الماده لغتي موضوع الدرس حرف التاء المكون الاول والثاني والثالث بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو غلاف كتابنا لمادة لغتي، ولونه وردي، وهنا نشاهد صورة أسرة فواز ونوره، وأفراد هذه الأسرة المكونة من خمسة أفراد، هنا لدينا دليل الأسرة، وهو فهرس تضمين الأنشطة التي تتشارك فيها الاسره مع ابنائها وبناتها لدينا هنا رقم الوحده الاولى والثانيه هنا عنوان الوحده والنشاط ورقم الصفحه هنا الفهرس سنبحث في دروس الوحده الدرس الخامس حرف التاء تبدا الصفحات من الصفحه رقم 102 هنا غلاف الوحده نحن في الوحده الثانيه وعنوانها مدرستي ولون وحدتنا اللون الازرق هيا بنا الان نستذكر الحروف التي تعرفنا عليها في وحدتنا الثانيه هذا الحرف ما اسمه احسنتم صاد وهذا ف ممتاز وهذا سين وهذا حرف القاف رائعين، هذا الحرف الذي سوف نتعرف عليه اليوم، ويبقى لنا حرف واحد في الوحدة الثانية، هنا توجد صورة وهي صورة مدرسة، لأن وحدتنا تتحدث عن مدرستي، دليل الوحدة الذي به الكفايات المستهدفة، يهمنا في درسنا لهذا اليوم الاستماع وأيضا القراءة، و بعض من القيم والاتجاهات اذا الان نجلس في مكان هادئ ونستمع جيدا الى شرح المعلمه نجلس جلسه صحيحه نحضر كتاب لغتي واقلام التلوين وكذلك قلم الرصاص انتهينا يا اصدقاء من حرف القاف وهو الحرف الرابع من الوحده الثانيه اليوم لدينا صديق جديد وحرف هو ترتيبه الخامس في الوحده الثانيه سوف نتعرف عليه ان شاء الله وسوف نتعلم اليوم نسمي الحرف ونلونه نلاحظ الصور ونتحدث ثم نستمع نلاحظ الصور ونقرا إذا سوف نفتح الكتاب الآن على الصفحة رقم 102. جميعنا نفتح الكتاب على هذه الصفحة، وهذا هو رقم الصفحة الذي أشير إليه الآن. ممتاز. نتعرف الآن على صفحة درسنا لهذا اليوم، ومما يتكون. إذا نحن في الدرس الخامس، وهو هذا الحرف شكله عندما يكتب في بداية الكلمة، وفي وسط الكلمة، وفي نهاية الكلمة، متصل، وشكله إذا كان منفصل، في نهاية الكلمة. لدينا هنا المكون الأول، أُسَمِّي الحرفَ، وأُلوِّنه، إذًا هذا هو حرفنا، دعونا أولاً ننظر إلى هذه الصورة: هيا أصدقاء هذه الصورة ما هي صورة؟ ما هي هذه الصورة؟ هيا أصدقاء ماذا نشاهد في الصورة؟ أحسنتم نشاهد تفاح رائعين إذا أول حرف من هذه الصورة هو حرف التاء إذا درسنا اليوم هو حرف التاء عندما نقول تفاح تو إذا هذا هو صوت الحرف تو ولكن أول حرف في الكلمة من كلمة تفاح هو حرف التاء، هذا هو حرف التاء الذي سنتعلمه اليوم، وهو خامس حرف في الوحدة الثانية، صديقنا الجديد حرف التاء، هيا بنا الآن نردد تاء تاء ممتاز، ننظر الآن إلى شكل حرف التاء، إذاً سمينا الحرف، وتعرفنا على اسمه وهو حرف التاء. إذاً ما الذي مطلوب منا بعد أن نسمي الحرف؟ وألونه. سوف نقوم الآن بتلوين الحرف، بأي لون سوف نلونه؟ باللون الأصفر، ممتاز. إذاً نتذكر قوانين التلوين، نلون باللون المناسب، والذي يطلبه منا الكتاب، نختار اللون الأصفر. ثم نقوم بالتلوين كيف سنلون كما تعودنا احسنتم سنلون العمود الاول ثم ننتقل الى العمود الثاني ممتاز هيا يا اصدقاء الان نقوم بالتلوين معكم دقيقه واحده للتلوين تبدا من الان انتهينا يا رائعين من التلوين، اخترنا اللون المناسب، إذا وأيضا التلوين لا يخرج عن حدود الحرف، ممتاز عندما نلون نتعرف على شكل حرف التاء بشكل جيد، نلون ونتعرف على طريقة كتابته، عندما نلون كما اتفقنا من اليمين إلى اليسار كأننا نكتب الحرف، ونلون أيضا النقاط، نستعرض الآن تلوينكم الرائع. شكرا لكم يا اصدقاء ممتاز وبارك الله فيكم الان انتهينا من المكون الاول وهو ان نسمي الحرف ما هو اسمه حرف التاء احسنتم اذا انتهينا من تسميه الحرف وايضا قمنا بتلوينه ننتقل الان الى المكون الذي يليه المكون الذي يليه وهو المكون رقم رقم اثنين احسنتم الاحظ الصور واتحدث ثم استمع اريد ان انبهكم يا اصدقاء ان هنا يوجد باركود وهو رابط الدرس الرقمي هذا هو حرفنا وهذه هي الصور التي سنقوم بملاحظتها ونتحدث عنها ما رايكم يا رائعين الان ان تلاحظوا هذه الصور لمده دقيقه واحده تحاولوا ان تنظروا الى الصوره نلاحظ ما الذي يحدث نستنتج ثم نتحدث معا عن ما يحدث في هذه الصور دقيقه واحده تبدا من الان اذا يا رائعين من خلال هذه الصور لابد وانكم عرفتم ما الذي يحدث دعونا ننظر الى الصوره الاولى الصوره الاولى من هذه احسنتم هذه صديقتنا نوره اخت فواز ماذا تفعل نوره بماذا تمسك احسنتم رائعين باقلام التلوين ما هو لون هذا القلم الذي تمسك به الاصفر ممتاز اذا لديها رسمه ان نوره ترسم ماذا ترسم نوره احسنتم رائعين سله الفواكه اذا لديها الان اقلام تلوين وكراسه الرسم واختارت ان ترسم سله الفواكه ما هي الفواكه الموجوده ممتاز يوجد لدينا تفاح تفاح يشبه الحرف الذي تعرفنا عليه اليوم اول حرف من كلمه تفاح ايضا لابد أنها ترسم فواكه اخرى تين ايضا توت ننظر الى نوره تلوينها جميل انها تلون بشكل رائع ايضا ماذا فعلت نوره في هذه الصوره ماذا نشاهد ممتاز قامت نوره بتجميع الالوان لتضعها في محفظه الالوان ممتاز نوره رائعه تحافظ على الوانها ايضا نوره تحافظ على شيء اخر تحافظ على الوانها وتحافظ على اشياء اخرى ما هي النظافه ممتاز انها لا ترمي الاوراق في الارض وانما تضعها في سله النفايات ممتاز نوره رائعه وعلينا ان نتعلم هذه القيم من نوره الان نستمع يا اصدقاء الى ما ساقراه عليكم قالت نوره انا الون سله فاكهه في السله تفاح وتين وتوت ثم ارتب الواني ولا ارمي الورق على الارض ممتاز، إذًا من خلال النص الذي استمعنا إليه، تعرفنا على ما حدث في تلك الصور، مثلما تحدثت أنا وأنتم قبل قليل عن ما حدث فيها، إذًا يا أصدقاء الآن سوف ننتقل إلى هذا النص ونقرأه، وهو ما حدث في هذه الصور، سنفتح الكتاب الآن على الصفحة رقم 104 ممتاز اذا لدينا الان المكون الثالث الاحظ الصور واقرا هذه هي الصور التي تعرفنا عليها وهذا هو النص الان يا رائعين انا ساقرا واريد منكم ان تستمعون الي هيا بنا نبدا قالت نوره انا الون سله فاكهه في السله تفاح وتين وتوت ثم ارتب الواني ولا ارمي الورقه على الارض ممتاز مره اخرى ساقرا وانتم تستمعون الي قالت نوره انا الون سله فاكهه في السله تفاح وتين وتوت ثم ارتب الواني ولا ارمي الورقه على الارض ممتاز شكرا لاستماعكم مره اخرى ساقرا وانتم تستمعون قالت نوره انا الون سله فاكهه في السله تفاح وتين وتوت ثم ارتب الواني ولا ارمي الورقه على الارض احسنتم رائعين شكرا لكم على حسن الاستماع الى قراءه المعلمه الان سوف اقرا وانتم ترددون بعدي عندما نردد نضع اصبعنا تحت الكلمات التي تقراها المعلمه حتى نتعرف عليها ونتمكن من قراءتها بطريقه صحيحه الان نبدا بالترديد بعد المعلمه قالت نوره انا الون سله فاكهه في السله تفاح وتين وتوت ثم ارتب الواني ولا ارمي الورقه على الارض ممتاز بارك الله فيكم على حسن الترديد بعد المعلمه مره اخرى ساقرا وانتم ترددون بعدي قالت نوره انا الون سله فاكهه في السله تفاح وتين وتوت ثم ارتب الواني ولا ارمي الورقه على الارض ممتاز شكرا لكم سنردد مره اخرى بعد المعلمه قالت نوره انا الون سله فاكهه في السله تفاح وتين وتوت ثم ارتب الواني ولا ارمي الورقه على الارض شكرا يا رائعين نردد مره اخرى بعد المعلمه نضع اصبعنا تحت الكلمات قالت نوره نردد الكلمات الملونه قالت تفاح تين توت أرتب ممتاز بارك الله فيكم دعونا ننظر الآن إلى الكلمات الملونة وحركة كل حرف من حرفنا حرف التاء في كل كلمة الكلمة قالت نلاحظ أن التاء هنا ما هي حركتها ساكنة أحسنتم ننطقها هكذا قالت هنا أتت حرف التاء في بداية الكلمة علامتها الضمة كيف ننطقها تو ممتاز وهنا كيف سيكون صوتها تين أحسنتم رائعين صوت طويل تين لأن هنا حرف الماد الياء توت كيف سيكون صوتها هنا قصير ام طويل طويل ممتاز لان حرف الواو حرف المد توت ارتب حرف التاء هنا ما هي علامته الشده احسنتم والكسره ارتب ممتاز اذا يا اصدقاء الان سوف نتعرف على الكلمات نقراها معا أنا أقرأ وأنتم ترددون: أقرأ، توت، تفاح، تين، أرتب، قالت: ممتاز شكرا لكم نردد هذه الكلمات أيضا داخل الكتاب بعد أن ينتهي وقت الدرس حتى نتمكن من قراءتها بطريقة صحيحة ونتعرف على صوت الحرف في كل كلمة إذا تعلمنا اليوم سمينا الحرف ولوناه لاحظنا الصور وتحدثنا ثم استمعنا لاحظنا الصور وقرأنا. انتهى درسنا لهذا اليوم يا أصدقاء. ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله.